كنت خارج من لونطريمون، ملي خرجت من لونطريمون كنت غادي في واحد الطريق اللي تقريبا كامل خلا، فماشي خلا، ما فيهم الضيوف فيهم هذه في كاين طوموبيل يعني زعما ما فيه شي واحد. من بعد صافي تيبان لي شي واحد الدري لابس كحل جاي عندي، ماشي قاصدني ولا لعيب، جاي فهمتي دايخ يعني الدري ماشي الواعي ديالو. صافي ملي كان جاي عندي ملي كان جاي عندي ما كانش قاصدني، ما فهمتش يعني كان صاحبي دايز عادي. ملي فاتني بشويه ويشتني من عنقي صافي قال لي عطيني تليفون، عطيتو تليفوني. ملي عطيتو تليفوني قلت لي صافي راه تلق مني، فهمتي الدري ماشي واعي ولا شي لعيب، فهمت هو كاش لعيب. هز كان عنده موس كبير باللي هو مستعرب بالمعنى الكلمه، كان عنده مستعرب من اللي فهمتي باغي يضربني جيت لوجهي، ما فهمتش ما كانش قاصدني جيت لي يد ولا شي لعيب، باغي يضربني لوجهي وانا اللي قال لي يدي فهمتي. صافي ملي اللي قال لي يدي صافي شاف الدم وداك الشيء ويهرب، هز التليفون هرب. صافي ملي هز التليفون هرب انا شنو درت؟ صافي بقيت شاد لي يدي حتى جاو لومبيلونس. صافي من بعد مشيت هذاك واحد السبيطار ما عرفت شو اسم، ما نقدرش نقول لك شنو، نسيت شو سميتو، فهمتي فحال الزبل، لحق فحال الزبل حاشاك فهمتي، حطوك خلوك جاب الله. كاين عندك كوتش مهدي وكوتش انيني والرئيس الوداد الرياضي اللي هو سعيد النصيري، كما كانوا شوارا ليديا تكون الله يسر. وصافي صافي من بعد جاو جيت الكلينيك درت العمليه مع 4 الصباح. صافي قال لي الدكتور عمليه راه ماشي سهله، راه فهمتي راه خصها الوقت ديال بصح. صافي ناس حتى هنايا غيبوني، داروا العمليه فقت مع 7 الصباح. صافي الحمد لله قال لي عمليه دات مزيان خصك لي هادي. صافي من بعد والحمد لله دابا نوع الإصابة عندي جوج عروق مقيوسين زعما مقطعين، وجوج عروق فهمتي يعني دابا تنحس بالضو زعما شي حاجة، دابا يقيسني شي واحد نحس بالضو، دابا حد الآن نحس بالضو.